احتفلت رعية كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بعيد ارتفاع الصليب المقدس، حيث أقامت قداساً احتفالياً بهيجاً ترأسه الأب حنا سالم، وبمشاركة عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. ترأس الأب حنا سالم كاهن رعية البشارة في بيت جالا القداس الاحتفالي بعيد ارتفاع الصليب، وبمرافقة الأب برنارد بوجي رئيس المعهد الإكليريكي والأب بطرس حجازين والأب طوني حيين، وبحضور الراهبات وحشد من المؤمنين. وقد تزين الهيكل بالصليب المقدس المكلل بالورود وبحبات الرمان والعنب التي زينت المكان. وفي كلمة الأب حنا الذي وضح معنى هذا العيد وشرح معنى هذا اليوم المقدس والذي له تذكارات متعددة ترمز إلى انتصار السيد المسيح بقيامته من بين الأموات. بنعيد على جميع المؤمنين في العالم المسيحي بأجمعه وفي العالم كله، بنصلي وبنطلب إنه الرب بصليبه المقدس يخلصنا من كل شر ويخلصنا من كل خطيئة ويخلصنا من كل مرض ومن هذا الوباء، لترجع حياة الإنسان كما كانت وكما يريدها الله. نطلب للعالم السلام، نطلب لبلادنا السلام من صليب الرب مصدر الخلاص ومصدر السلام. بنعيد على الجميع، بنعيد على نورسات، وبنشكرهم دائما على مرافقتهم إلنا في هذه الاحتفالات. ربنا يبارك الكل، كل عام وانتم بخير. وبهذا العيد نتذكر الصليب اللي حمله يسوع المسيح حبا بالبشرية، وأيضا نتذكر الصلبان اللي نحن نحملها. يسوع المسيح أعطى معنى للألم عندما قبل الصليب اللي كان معني للإنسان، حمله بحب وبفرح كبير. هذا الحب والفرح يجب علينا أن ينتقل إلى كل جيل، وخصوصا بهاي الفترة اللي في كتير أماكن في العالم ناس متألمين بسبب الحروب والنزاعات. بنصلي من أجل كل الأشخاص المتألمين، من أجل كل الأشخاص اللي بتألموا لحالهم. وفي هذا اليوم المبارك بنعرف أن يسوع المسيح انتصر على الألم، حمل الصليب بحب كبير، ومن خلال هذا الانتصار يصبح لدينا رجاء. وبعد القداس اجتمع جميع المؤمنين في ساحة الكنيسة حيث وضع الصليب المقدس، وعلى وقع الصلوات والتراتيل تم إشعال النار من قبل الكهنة وأخذ البركة، وبعدها تم توزيع حبات الرمان وعناقيد العنب على المؤمنين. عيد الصليب هو عيد الشعلة. احنا بنتذكر انه القديسة إيلاني اجت على القدس عشان تفتش على الصليب، قعدت تفتش لحديت ما لقت الثلاث صلبان اللي هو صليب المسيح، صليب اللص اليمين واللص اللي على الشمال. هلا علشان يتاكدوا مين هو كان الصليب تبع يسوع، جابت مريضة وحطته على اول صليب ما شفيت، حطته على الصليب الثاني وبرضه ما شفيت، حطوه على الصليب الثالث شفيت، ولما شفيت عرفوا انه هذا هو الصليب المقدس، صليب يسوع المسيح. هلا ما كان بهذاك الوقت في لا تلفونات ولا وسائل للإشهاد. في القدس كان في عنا 7 تلال، الإشارة كانت انه يولعوا الشعل على 7 تلال وولعوهم، وهذه كانت الإشارة تبعت الشعلة علشان تبين عيد الصليب. وعلشان هيك احنا بنحتفل بعيد الصليب، هو عيد الشعلة اللي اظهر وجود صليب يسوع المسيح. للنورسات مارلين الحدوة من ساحة كنيسة سيدة البشارة بيت جاله.